مرحبا بكم في مدينه نانسي. كنت واجد حاليا في بلاصه ستانيسلا اللي كتعتبر واحده من اهم البلايص اللي كاينين هنايا اللي كتمتاز بهم المدينه، وكذلك من المآثر التاريخيه والرئيسيه اللي فيها كيتنظموا مجموعه من الاحداث ولا ليزيفينمو على مدار السنه، من بينها احتفالات سان نيكولا اللي عليهم غادي يكون داير هذا الفلوغ ان شاء الله. غير بين قوسين قبل ما نبدا، الدراري والبنات اللي انتريستي باش يجيو هنا لفرنسا واللي ديجا كاينين هنا في فرنسا، بقاو معايا حتى الاخر. كاين واحد المعلومه بغيتكم تعرفوها بغيفمون، هاد الاحتفالات ديال سان نيكولا واحتفالات ديال الاطفال خصيصا على ودي الاطفال، فوالا فهي مناسبه اللي من خلالها كيحتفلوا بالاطفال، لكن جميع الفئات كتنخرط وكذلك بعض المدن الصغرى اي كي اي لي بون ليو. هاد الحدث ولا هاد التقاليد معروفين كيتنظموا غير هنا في هاد الجهه، انا كنحسب انه فرنسا كامله لكن في حقيقه الامر فغير هذه الجهه غرونتيست وكذلك بعض المناطق والمدن في الشمال اللي معروفين بهذه التقاليد. تقدر تكون شفت اليوم ولكن جوبونسوش غادي تحبسهم، عارفهم كيديروا شي حاجه الفراي على الخوت، سبقوا معايا حتى الاخر. هذا ما كان جيت فيه، ما كنتش طولت عليكم، نبداو على بركه الله، لكن قبل نخليكم تمشيو دوزوا معايا جزء من النهار ديالي هنايا. ليتس جو. المهم الدراري عندنا في الكريس هي هاد البوتيك اللي كاينه هنايا، هاد هاد لازون فيها بزاف ديال لوبتيسيان. المهم انا ندخل مع درت مع هادو ندخل باش نجرب لي لونتي لاول مره، سو ندخلو ونشوفو كيفاش البلان بسم الله. طابلوات هربانين. اول حاجه الدراري درت لي لونتي اول مره كندير في حياتي، واحد الاحساس في الشكل بالروزي ولا بس، واخيرا انت تشوف لما يكون عندك نظاره الله لا يا سلام. المهم دابا غنمشي غنصرف واحد الكادو، ها هو نوريه ليكم. 20 اورو 10 اورو باقي واحد هنايا، غير هو كاين واحد لا كونديسيون، هادشي ما يمكنش لي نصرفو في المكان بيان سور، سو كاين هنايا لا سورس غادي نقلبو عليها ونمشيو ليها دابا. المهم الدراري ها هو كاين السيت فيه كلشي لي بوتيك لي فالابل فيهم هاد لي شيك. عطوني واحد ليست تيليشارجيتها اللي هي هادي. دابا غادي نمشيو نقلبو على شي حاجه لي انتريسونت ونمشيو ليها. ليتس جو. عرفتي لا ليست اللي عطوني طويله بزاف، سو شنو غندير؟ غنمشي نسولهم واحد بواحد. Bonjour monsieur, j'ai une petite question. Est-ce que ces chèques boutique Nancy sont valables ici? Pascal? Pascal, boutique Nancy, est-ce que vous êtes adhéré à boutique Nancy? La date de validité. Ah, c'est la date. Oui, okay. Je vous écoute. Bonne voir la date. Le 9-11. Oui, c'est bon. Ok, super, merci. Ok, so, voilà, on trouve cette boutique qui est sympa, vous savez, on va aller comme d'hab. المهم هاد لابوتيك غير ديال لي بي دي، داكشي ديال القصص ولي مانغا،
mais صراحة pertinente. غنمشي لشي حاجة أخرى الخوت. ديما كندوز من هاد البوتيك والصراحة هاد الكونسيبت زوين بزاف. أسماء كاين في التقاصة صراحة أحسن كادو تقدر تعطي لشي واحد، مي مشكلة مكاينينش الأسماء بالعربية. نتوما جيريمي جون روينا، ماشي مشكل، هانية ناخدو شي حاجة أخرى. كاينين دي دوكوراسيون لي واعرين بحال هادي هادي، مي ما زعمت على حتى شي حاجة صراحة. هذا تا هو سامبا، مي كاين واحد اللي عجبني اللي نقدر ناخذو اللي هو هذا سيزورو سافولكو. كاين هاد اللعيبة كتشعل فيه الضو كلشي. تشو سورد ليتس جو. اي فوالا، انا خديت اللعيبات. دابا غنمشي نمشي نديرو شي لعيبه اخرى، ما عرفتش شنو هي ولكن غنمشي وصافي. Mesdames, Messieurs les artistes, bravo! Bienvenue ici à Nancy, soyez fiers de vous! Ça c'est beau, hein? Alors comment te dire? On va
lui remettre les clés de la ville de Nancy. Il nous les montrera, nous l'applaudirons, et il prononcera ensuite un discours avec des conseils que nous écouterons avec ferveur comme on le fait chaque année. Franchement, il est toujours aussi beau. Hein. Oh là là, quel... Mes chers enfants, est-ce que vous avez vu les étoiles? Regardez. Regardez. Mais pas seulement dans le ciel, les enfants. Les étoiles, elles m'accompagnaient à mon arrivée sur la place Stanislas. Et les étoiles, elles sont aussi dans vos yeux. Ils sont tellement lumineux. Ah, les enfants, comme je suis content de vous revoir. Comme je me réjouis de vos sourires. Et je suis sûr que vous aussi, vous êtes contents de me retrouver. Parce que, comme tous les ans, je viens avec des cadeaux. Les spectacles, les couleurs, la musique, la bonne humeur, les pains d'épices et, bien sûr, فوالا هذا هو كان في هذا الفلوغ. نتمنى يكون عجبكم هذه الاجواء والفايبس اللي فيه. ما بغيتش ندخل في لي ديتاي باش ما نطولش عليكم الفيديو، ولكن هذه المسيره اولا هذا الكارنفال كتعتبر كتتويج لهذا الحدث اللي كيكون من البدايه ديال الشهر ديال ديسمبر. الدراري والبنات ديال نيو جينيريشن ولا لي زوت جروب، شكرا حيت بقيتو حتى لهنايا. في المعلومه اللي بغيت نبارطاجي معكم هو انه غنبدا واحد السلسله ديال الفيديوهات اللي يقدروا ينفعوكم وتقدروا تستافدوا منهم في البروسيس، que ce soit تدفيع لزونيفرسيتي او كامبوس ولا بروسيدور فيزا ولا حتى الاجراءات اللي تقدروا تحتاجوهم فاش تخرج لكم فيزا ان شاء الله وفاش تبغيو تجيو لهنايا. هاد السلسله غتبدا بواحد ستوري تايم فين غنعاود لكم القصه ديالي مع البروسيس وكيفاش جيت لهنايا. كاين بزاف ما يتبارطاجا بزاف ما يتقال الخوت، سو ستي تيوند. غتكون هذه هي اول فيديو في لاشين، سو اللي عجباتو وحس راسو بغا يبارطاجي نيزيتي سيغتو با. نتلاقاو في الفيديو الجايه الخوت ستوري تايم. تهلاو. Thank you.